فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث والمصطلح ومنهج الإمام أحمد في التعليل والجرح والتعديل. وقد كنا ندور في فلك الكلام على التفرد، مصطلح التفرد، وكيف النتيجة التي نصل إليها بتقييم الإمام أحمد بتفرد الثقة فضلا عن تفرد ضعيف. هذا البحث فيه غير وارد ورودا قويا. فاليوم إن شاء الله نختم الكلام على عبارات تدل على التفرد، وكيف أن الإمام أحمد قد يرد الحديث وإن كان من الثقة إذا تفرد به هذا الثقة. وقد فصلنا القول قبل ذلك، لكن هنا أمثلة عملية لهذا الباب. لم يكثر الإمام أحمد من إطلاق العبارات الصريحة في التفرد مما يطلقه غيره من النقاد، يعني كالطبراني مثلا في كتابه الأوسط في غير الأوسط يقول لم يروي عن فلان إلا فلان، والترمذي أيضا في سننه قد يظهر ذلك. الإمام أحمد ما أكثر، لكن لما كان يقول بذلك نرى أنه يعلل الحديث بهذا. إذا قال لم يروي غيره فاعلم أنه يعلل الحديث بمثل هذا ويرد الحديث. فروى المروذي قال قلت لأبي عبد الله فعبد الرحمن بن إسحاق كيف هو؟ قال أما ما كتبنا من حديثه فقد حدث عن الزهري بأحاديث، كأنه أراد التفرد بها، يعني تفرد عن الزهري، وهذا يعتبر تليين لعبد الرحمن بن إسحاق. وعبد الرحمن بن إسحاق وعبد الرحمن بن إسحاق المدني. ثم ذكر حديث محمد بن جبير في الحلف، حلف المطيبين وأقارب المطيبين من أجل الطيب، يعني أنهم جعلوا الطيب في صحفة ووضع أيديهم فيها، فلذلك سمي بهذا الحلف. أو الحلف الآخر هو حلف الإيش اللي هو الأشهر منه، حلف الفضول. ودائما الذين يريدون الدخول في هذه الأبواب عندهم هذا حديث عمدة وهو حديث ضعيف لم يصح، حديث هالك لم يصح، لا هم للشرع نصروا ولا هم لأهل البدعة كثروا ولا حتى أصلا أثمروا خيرا وأضاعوا الناس كثيرا بما دخل وشوشوا على الناس، فاحتار الناس لم يعلموا الحق من الباطل ولم يعلموا أن هذا من الشريعة أم ليس من الشريعة، وصارت المسألة فيها الخلط والخبط والكثير الذي لبث به على الناس، وهذه دلالة على ضعف العلم والهجوم على يعني الثمرة أو تعجيل التعجل من أجل الثمرة. ولو تريثوا ولو روى كل واحد منهم بأنه أو جلس مع نفسه يعني يتفكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه بيّن له أنه ما له إلا أن يبلغ والثمرة ليست عليه ولا ينظر لها، فإن جاءت فمن عند الله دل في علاه، ما هو إلا تعجيل الثمرة. لذلك كان ما كان من يعني السوء وكان ما كان من الخبط بين الناس. فنسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عن الأمة ويؤلف بين القلوب، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه الأمة أمر رشد، ولا يكون الرشد إلا باستنارة العلم، ولا يكون الرشد إلا بأن يقودهم العلماء، ولا يكون الرشد إلا بأن نتخذ أسوة حسنة قد انقادت انقيادا تاما للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحلف كما قلنا هذا ما يصح، حتى الذي ورد فيه قال وإني كنت نقضته، عامة يأتي إن شاء الله الكلام عليه.
الحديث عن عبد الرحمن ابن إسحاق. عبد الرحمن ابن إسحاق قال فيه الإمام أحمد في رواية عبد الله ليس به بأس، وهذا تحسين لعبد الرحمن. لكن انظر حتى في تحسين أحمد لعبد الرحمن لا يتحمل تفرده، لا يحتمل تفرده. يعني أحمد حتى وإن قال لا بأس به فإنه لا يقبل تفرده بحال ما هو. هذه دلالة واضحة جدا على أننا يمكن أن نقول هناك كلام وسط للإمام أحمد في التوثيق وفي التضعيف، معنى أنه يقول لا بأس به ويحسن حال هذا الراوي، لكن كأنه يقول وليس بالضابط الذي نعتمد عليه إن تفرد، ليس بالضابط الذي نعتمد عليه إن تفرد. يمكن أن تستنبط من ذلك الحديث الحسن، يمكن، لكن لا يمكن أن يقال بأن أحمد كان يتكلم عن الحديث الحسن بحال من الأحوال. أول من تلفظ بالحديث الحسن هو الإمام البخاري، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ليس به بأس، وقال في رواية أبي داود ليس بذلك، يعني هذا يعتبر كما قلنا تليين، هو قريب منها. وفي رواية أبي طالب قال صالح الحديث، هو صالح الاعتبار، قال صالح الحديث، فلا خلاف بين الأقوال الثلاث. قال الإمام أحمد في رواية أخرى حتى يتحقق لك أنه كان يلين الرجل، قال أحمد روى عن أبي الزناد المناكير. طبعا هذا ليس ضعيفا كليا، هذا يثبت لك ما معنى صالح الحديث، ما معنى لا بأس به، ما معنى ليس بذلك، يعني ليس بذلك الضابط ولكنه لا بأس به، ولا خلاف في ذلك بحال من الأحوال. الأقوال الثلاثة لا تختلف بحال من الأحوال. فيقول أحمد روى عن أبي الزناد مناكير، وقال أبو داود ثقة لكنه قدري، ولا يمكن أن نقول أن تلين أحمد له بسبب المذهب، لا، المسألة ظاهرة جدا أنه بسبب الضبط، أنه لم يكن ضابطا. وقال الدارقطني ضعيف. قال ابن القطان سألت عنه أهل المدينة فلم أرى أحدا منهم يمدحه، أو قال لم أرهم يمدحونه. هذه فيها نقل وإقرار، يعني القطان هنا عن القطان كما قلنا إذا وثق خذ وعد بنوالي، هنا نقل التضعيف مع الإقرار، يعني هذا من ابن القطان لما يقول أهل المدينة لا يمدحونه، دلالة واضحة جدا على نقل التضعيف مع إقرار ذلك، وإلا لأنكر وعدل. وعن يحيى ابن معين في رواية قال ثقة، في رواية قال ثقة، وقال في رواية أخرى صالح الحديث، قال في رواية أخرى صالح الحديث. قال عبد الحق لا يحتج به، قال عبد الحق لا يحتج به. قال العجل يكتب حديثه وليس بالقوي، وهذا صراحة الأقوال بأسرها منظومة واحدة تثبت لك أن الرجل كان صالحا، كان صالحا في نفسه، يعني كان حسنا لكنه لم يكن بالضابط بحال من الأحوال. قال العجل يكتب حديثه وليس بالقوي. أما البخاري فقال ليس ممن يعتمد عليه، أو قال ليس ممن يعتمد على حفظه. وهذا الكلام ظاهر جدا من الإمام البخاري، يعني جمع لك جملة تجمع لك المنظومة بأسرها التي قيلت في عبد الرحمن بن إسحاق المدني. قال الإمام البخاري ليس ممن يعتمد على حفظه، دلال أنه ليس بضابط. قال ابن خزيمة ليس به بأس، وأرد أيضا عن النساء أنه قال ليس به بأس. إذن الحق بأن عبد الرحمن بن إسحاق خلاصة القول فيه وإن كان صالحا في نفسه فهو ليس بالضابط، ليس بالضابط. لذلك يعني بعض العلماء أتى بأحاديث كثيرة أنكرت عليه، من هذه الأحاديث المنكرة التي أنكرها العلماء عليه ما رواه بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، ويروي عن الزهري عن أنس مرفوعا قال سألت ربي اللهين من ذرية البشر فأعطاني، سألت ربي اللهين من البشر فأعطاني. وهذا طبعا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، وأنكر وعصب الجناية بعبد الرحمن بن إيش بن إسحاق، قالوا هذا من مناكير عبد الرحمن بن إسحاق. وفيه يعني بعض الروايات الكثيرة على نفس المنوال، لكن نحن في مثل عبد الرحمن بن إسحاق في هذا الذي أنكره أحمد مما تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري حديث حلف المطيبين، وهو رواه البياطي بسنده عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه، قال أو كلمة نحوها وأن لي حم النعم. فهم يأخذون هذه الجزئية يقولون هذا ارتباط والمسلمون عند شروطهم وعند عهودهم، والحمد لله الحديث لم يصح، حديث منكر، هذا الحديث حديث منكر. ولذلك الإمام الذهبي قال وقد رواه خالد بن عبد الله اللي هو الواسطي يعني، وقد رواه خالد بن عبد الله وأسقط
جبيرا أسقط جبيرا، يعني في قطاع. هو الحديث كما قلنا حديث ضعيف منكر، وحتى المتن ضعيف لم يصحح حال من الأحوال. لا يمكن أن ينكر على عهود أهل الكفر أو أحكام أهل الكفر بحال من الأحوال. عامة الحديث سنده لم يصح ومتنه فيه نكارة وهو ضعيف. قال: وكذلك راه بشر بن المفضل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف طيبين، وما أحب لي أن لي حمر النعم يعني أن أنقض هذا الحلف. وكما قلنا الحديث لم يصح. قال بعض الأهل السير: قالوا أراد حلف الفضول، أراد حلف الفضول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك الحلف الأول، حلف المطيبين لم يدركه، فالأصل حلف الفضول. عامة الإمام أحمد قد عل هذا الحديث وقال عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، فعله عصب الجناية عبد الرحمن بن إسحاق، وتداخل عليه الحديثان، تداخل عليه الحديثان، أدخل حديثا في حديثا في حديث، وهذه دلالة أيضا مؤكدة على عدم ضبط عبد الرحمن بن إسحاق المدني، وهذه فيها دلالة على الإعلال براوي قد تفرد بالرواية، وهو ممن لا يعتمد العلماء على حفظه أو لا يتحمل العلماء تفرده، وقد تفرد بهذا الإسناد، لا سيما أنه من عدم ضبطه أدخل حديثا فيه حديث، وهذا الحديث لم يصح بحال من أحوال حلف الفضول، لم يصح بحال من الأحوال، فما أدري ما لهم من الأدلة على ما هجموا عليه وضاعوا وأضاعوا وخلطوا، ثم خرجوا بعد ذلك يقولون الشريعة التامة والشريعة، استغفر الله، يعني مسائل فيها تلبيس وتدبيس على الناس، وهذه المسألة كما قلنا مسألة شائكة، من دخل فيها فإنه لا يمكن أن يخرج سالما إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. المثال الثاني ما قاله الأسرم: قلت لأبي عبد الله: أيحفظ عن أبي هلال عن قتادة؟ أبو هلال يروى عن قتادة، وفي حديث عن قتادة بعض الكلام، هو محمد بن سليم، أبو هلال هو محمد بن سليم، وثقه أبو داود. قال ابن معين صدوق، قال ابن معين صدوق. أما النسائي فقال: أبو هلال ليس بالقوي، أبو هلال ليس بالقوي، هو الكلام فيه وسط، الرجل صدوق وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكنه مضطرب الحديث عن إيش؟ عن قتادة، يعني هو مضطرب الحديث عن قتادة، فهذه علة مستحكمة الآن، هو كراو مستقل كلام في ضبطه موجود، وأما كراو عن راو معين فهذا ضعف في نفس الراو وهو قتادة. قال أبو هلال يروي عن قتادة عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، طبعا ما مشهور هذا الإسناد، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين قال هذا مرسل، قال هذا مرسل عن سعيد. هو طبعا أنا أهمت لأنه ليس سعيد ابن أبي سعيد المقبوري، هو سعيد بن المسيب، فيها إسقاط أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال هذا مرسل عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عفان عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال استقام الحديث عن من؟ عن عفان، عن عفان عن همام، وهما أصلا من إسقاط الأثبات، فقال استقام الحديث. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلفين نقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.